أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بر
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش فيهن قَالَ
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء لم يطمثهن
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال صدق الله العظيم. القرآن الحکیم تلاوت و ترجمہ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کسان ویجیٹیبل گھی اور کسان سن فلاور کوکنگ آئل نے. کسان کوکنگ آئل اتنا خالص جتنا پیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے,